Buon attacco. সাবন মেলত হাজগুড়ি বাদে নিজৰ সংখ্যা চলাই পেলা বুলি قدمت إلى بنغلاديش قبل 20 عاما وتوفي زوجي هنا ولدي أطفال. أعمل هنا في المعمل براتب 30 دولار شهريا وهي لا تكفينا وأعتمد على المساعدات. أطالب الدول أن تساعدنا في الرجوع إلى أراكان، هذه ليست أرضنا، نحن ضيوف. استفدت كثيرا من العمل هنا وتعلمت العمل. أطالب المنظمات إنشاء المزيد من هذه المعامل. الصابون المنتج يوزع مجانا على اللاجئين، والعاملات يتم تغييرهم كل 4 أشهر، ويتقاضون راتبا قدره 30 دولارا في الشهر. هذا المبلغ البسيط يغير شيئا بسيطا من حياتهم، ولكن تبقى مأساتهم طويلة الأمد. نحن هنا في معمل الملابس، كل ما ينتج يذهب إلى اللاجئين الروهينجيين الموجودين في هذا المخيم. اللاجئات يأخذن دورة تدريبية لمدة 6 أشهر، ويتم تغيير العاملات كل 3 أشهر براتب قيمته 50 دولار. الروهينجيا في ميانمار بالنار يحرقون والأحياء يشردون، ذنبهم الوحيد أنهم مختلفون.